ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي في جو الحر ده دور الشيف المغازي يعلم حضراتكم ازاي الامهات البنوتات الحلوه للمبتدئين في المطبخ. ما نقضيش وقت كبير جوه المطبخ، ده دوري، والا احنا يبقى احنا مش بنأدي الدور على ما يرام. النهارده هنعمل سندوتشات الفاهيتا سجق. بتتعمل دجاج وبتتعمل لحمه وبتتعمل سمك، ولكن بالسجق دي حاجه جديده. هل هيتقطع؟ هل هيتشوي؟ هل هيتحمر؟ هنشوف الكلام مع بعض. المقادير على الشاشه والتفاصيل بسيطة. سجق حسب عدد أفراد الأسرة من ربع كيلو نص كيلو عند الجزار زي ما أنت عايزة. معانا بصل، ومعانا طبعا فلفل حار شوية، ومعانا الفلفل الملون الجميل، وشوية روزماري، فصين توم حلوين، معلقة فلفلة حلوة، جبنة موزاريلا أو شيدر حسب الرغبة، والجبنة اختياري. المقادير على الشاشة، ممكن تقدمي معاها مايونيز أو تومية حسب الرغبة. الشوية بتوع أخواننا في المكسيك بيستخدموا طبعا الجبنة الشيدر الصفرة الجميلة الحلوة، ويستخدموا الكريمة الحامضة. احنا في بدايل ليها تبقى لطيفة وجميلة. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة هنقشر شوية البصل الحلوين اللي معايا دول كده، عجبني لونه، عجبني شكله، من خير ارضنا. بصل احمر لطيف عامل زي حبة المانجا اهو، بقشره كده. القشرة دي انا مش عايزها، بس اذا انت في مطبخ بتعملي سمك القشرة البصل دي تنفعك قوي على فكرة. أنا بدور عليها ساعات ما بلاقيهاش، لما أجي أعمل رز صيادية أحطها في الطاسة وأحمرها وأحط عليها مية تديني اللون الغامق بتاع الرز الصيادية. أنا مش بسيب فرصة إلا لما أتكلم عنها، عشان دوري إن أنا أقول لك على اللحظات الجميلة. البصل ده وقشرة البصل دي مهمة جدا تقدري تستخدمي فيها في الرز الصيادية. هناخد البصل ده نقطعه مع بعض بشكل طولي، يبقى معايا كده. شفت ازاي؟ اهو دي ميزه البصل ده، هيديني الشكل، الطريقه اللي هي الايه؟ الشرايح او السلايس او الجوليان اهو بالشكل ده كده. هل ينفع البصل التاني؟ طبعا، بس ده زي موجود، اهلا وسهلا. عندنا حاجات كتيره بسم الله ما شاء الله عند الفكهاني. الفاكهه ما لذ وطاب اشكال والوان، الخضار ما لذ وطاب اشكال والوان. ده بصل اهوت لطيف وجميل، وعلى فكره طعمه حلو في السلطه، يعني ممكن تعملي طبق سلطه من البصل ده يبقى جميل جدا. انا هقطعه دلوقتي في الفهيتة. ده البصل بتاعنا الجميل الحلو، ناخده بالسكينه كده شرايح اهو، وانا بقطعه اقطع كده اهو. شفت بصلايه اداتك طاقه ايجابيه تقف في المطبخ، طريقه تقطيعها نفسها تديكي تقول لك الايه؟ الجواب باين من عنوانه اهو. حلو. دي لما تشوفها بقى في سندوتش الشاورما او سندوتش الفاهيتا، اكيد اللوزه الحلوه دي كده. على فكره البصلايه دي مع شويه طماطم وشويه خيار وشويه جرجير بقت سلطه لطيفه وجميله، تحطها في الثلاجه كده تدعي لي. ده البصل بتاعنا الجميل الحلو. ناخد الفلفل الالوان، فرصه واحنا بنعمل الفاهيتا نتفرج ازاي نقطع الخضار بشكل هندسي. فلفل الالوان الجميل الاخضر والاحمر، اخد الفلفلايه كده بحطها فوقها كده بالشكل ده كده، واقطعه جوليان اهو. وفي سكاكين بقى اللي هي الايه؟ باحجام مختلفه وباشكال مختلفه، من مصروف البيت تخلي الحاجات دي عندك في المطبخ، اكسسوارات يعني، زي ما بتهتمي باكسسواراتك الخاصه اهتمي كمان باكسسوارات المطبخ، هتديك فرصة إنك تعملي أكلات وتبدعي في مطبخك وأفكار. كل ما كانت الإمكانيات بتاعتك في الإكسسوارات بتاعة المطبخ موجودة، زي السطور اللي في إيدي ده اللي بتقطعي بيه خضار، آمن في تقطيع الخضار. طبعًا لو سكينة تانية مش هعرف أقطع كده. شفت إزاي؟ لو جبتي بقى أي خلاطة ولا أي كبة عمره ما هيديك التقطيعة دي من إيدك الحلوة. وبعدين بتستمتعي بشكل الخضار في ايدك كده وانت بتقطعي، والمتعه الربانيه الجميله، اشكال الفلفل والوانه وطريقته وريحته الحلوه. ده الخضار معانا زي الفل، عليهم شويه توم، وعندنا الطاسه بتاعتنا شديده الحراره. بيسالوني الطاسه سخنت يا شيف، قلت لهم انا عايزها ايه؟ حاره جدا. شويه زيت طبعا عشان ريحه الزيت والكرفه بتاعت الزيت. اعمل ايه يا شيفنا؟ عود الروزماري ده في قلب الزيت يديني موضوع تاني خالص. اخد الفلفل ده كده، الله هو ده اهو،
كل ده في قلب الطاسه زي الفل. كده عنوان الفاهيتا، تقطيع الخضار بالشكل ده كده، نكون جاهزين للسجق بتاعنا الجميل الحلو اللي انا مش هاخد وقت كبير في السوا. واروق كده على الرخامه بتاعتي والبلانشه بتاعتي، والنظافه مهمه. ناخد السجق البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حته سجق حلوه من عند الجزار الراجل الطيب اللي على ناصيه الشارع. الجزار اللي بنجيب منه الحاجه دايما تضمن ان يديكي حته لحمه حلوه. نقلب الخضره الجميله الحلوه دي كده. الله شكلها حلو. الروزماري هنا ملوش لازمه بقى، زي دايما بتلاقوا في انواع الزيوت اللي بتبقى مثلا يقول لك مستورده او يعني في ابداع في التصنيع، بتلاقوا دايما العود الروزماري في قلب الازازه. حبيبي حبيبي، هو ده هو ده، الله عليك. شفت الجو ده كده، ده شكل الخضار يفرح في قلب الطاسه. روزماري خلاص ملوش عوزه. تقطيعة الخضار بشكل هندسي، حتى البصلايه. هتقولي لي طب انا لو ما عنديش البصل ده ما اعملش الاكله دي، ازعل منك. بعد السنين الطويله مع بعض تقدري تتصرفي في المطبخ. شيف المغازي حط لك بدايل البصل بتاعنا اللي احنا معتادين في استخدامه. ناخد السجق بتاعنا ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يتقطع برضو كده، نجيبها من عند الجزار. طبعا ده لازم تجيب السجق من عند الجزار تغسليه، لانه ده طبعا حطه عرضة للأتربة والجو اللي احنا عارفينه، فما تاخديش السجق وتقولي حتة، لا تاخديه تحطيه في مية ساعة وتطلعيه كده زي ما هو سليم قبل ما تقطعيه. بتجيبي بولة إزاز أو حلة يعني فيها مية ساعة من الحنفية عادي، أو فيها حتة تلج حلوة، وتنزلي السجق ده وتطلعيه وتسيبيه ينشف كده. اتخلصت من الأتربة والعوامل الجوية اللي بتبقى عند الجزار أو في الحارة أو في الشارع اللي الجزار في المنطقة فيها. ده مهم جدا. هناخد السجق نقطعه كده بسكينة حامية عشان ما يتهريش تحت السكينة. الشكل ده كده. حلو قوي. وتبص على حته اللحمه اللي في ايدك دي كده، لقيت لونها متغير تبداي تفحصيها وتشوفيها. بس اذا في ثقه بينك وبين الجزار اكيد بتاخدي حته اللحمه وانت مغمضه. يعني دايما اتعودنا خاصه في الريف المصري والصعيد المصري يقول لك الجزار اللي كان بيتعامل معاه ابويا الله يرحمه، الجزار اللي كانت مامي بتجيب من عنده الله يرحمها، وهكذا. فاحنا بنورث الايه الحاجات دي مع بعضينا يعني. ادي الخضار جاهز، نعمل الحركه دي كده. الله اكبر. معايا المبدع النهارده الاستاذ احمد عوض حبيبي، انا بكون مبسوط لما بسمع حسك والله وصوتك. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه ده، شايفين الصوره الحلوه. ايه الجمال والحلاوه دي. هترفدنا انا عارف. هنحط شوية زيت صغيرين كده في قلب الطاسة، وجيبنا الخلاصة. شوية زيت. ليه الزيت يا عم الشيف؟ هنقول مع بعض دلوقتي ليه الزيت. والسجق ينزلوا في قلبها كده. الله. ونغطي الحلة أو الطاسة اللي احنا بنشوح فيها دي كده، دي ما تسيبهاش مكشوفة زي ما هي كده، مش هنيجي جنبها. ليه يا عم الشيف؟ عشان السجق ياخد وضعه وما يتهريش مننا معانا. هنحط العود النعناع ده كده بالشكل ده كده اهو. يلا واغازلها قبل ما اطلع الفاصل، اغازلها اهي بالشكل واغطيها بدون اي سوائل. استفيد بالسوائل اللي هتنزل من الفلفله مع السجق، كله هيتحد مع بعض ويبقى زي الفل. اغطيها واخد بعضي اهو اهو اهو. طب اهو اهو اهي اهي اهي. يلا خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لاسرار عمل سندوتشات الفاهيتا، ايس كريم بالليمون والنعناع. ما تنسوش طبق مكرونه العشق بتاعي في وجبه العشاء. اكلات صيفيه بسيطه وسهله وغير مكلفه، تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد في قلب الطاسه. السجق خد وضعه، هي دي التركايه بقى. اتعلمنا ايه هنا؟ السجق طول ما طالما قطعت السجق اللي حبيت السجق، معرفش ده السجق زي مفرطه بالسكينه هتفرط منك في قلب الطاسه. فطبيعي طالما قطعتيه كده تخليه زي ما هو بالشكل، نستفيد بالخضار والفليفر بتاع الخضار. والعود النعناع هنا ملوش مكان بينا عشان ريحه التوم للي مش بيحب التوم. ونبدا نقلب كده اهو. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ، ايه الجمال ده. لا السجق بشخصيته في قلب الطاسه. تعالي بقى انت قلبتيه كتير، ايه اللي هيحصل؟ هيفرط منك.
ويبقى ايه؟ لحمه مفرومه سوس بلونيز. شفت السجق؟ طب لما غطيته ايه اللي حصل يا عم الشيف؟ الخبره بتاعتك بتقول ايه؟ طب البخار بتاع الخضار مع التغطيه بيخش جوه السجق يبقى على وضعه بالشكل ده كده. عكس ما انا اخليه مكشوف كده زي الفل. ندي الفليفر. يا سجق انا عايزك تقولها السجق الجايه. سجق. شفت استوى راح سعادتك دلوقتي. حاضر. حالا حبيت السجق مخرجني. توت الله عليك. شفت الحمار والجمال. حبيبي. نقلب كده. الله من الكبير نتعلم والله مدرسه. زي الفل. هنخلي ده كده على جنب ونعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد الفليفر بتاعنا. ايه هو الفليفر؟ معلقه فلفله حلوه. اخواننا في المكسيك بيحبوا الهريسه الحمراء. الهريسه الحمراء دي اللي هو الفلفل الاحمر بتنزل كده اهو. الله عليك. مكعب زبده يخليك طعم السندوتش اهو. يعني ايه؟ اهو 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 سبايسي قوي. سبايسي ده خالص. لوكي كنترول المطالب اهو. والمطالب دي لمصلحه المشاهدين اهو. قالوا لي زود الصلصه عشان نشوفها في لو على فكره ادت رونق وشكل وطعم للسجق. شفت القوام ده؟ هو ده. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالايه؟ بشويه البهارات بتوعنا اللي هم يخلوا ده طعم الفاهيتا. اخواننا في المكسيك بيستخدموا دايما الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه، مش بيحبوا الكمون. كزبره معانا حلو قوي. اخواننا في المكسيك بيحبوا الفلفل اللي هليبه اللي هي البابريكا اهي. الله. اخواننا في المكسيك بيحبوا الفلفل الاسود زينا اهو. الله. صوت السجق في قلب الطاسه بيوجع القلب خاصه لما يتعمل سندوتش. هو ده. عصرة ليمون علل ولماذا الحموضة والمزازة اهو زي الفل. هنقلب دول مع بعض ونشيلها من النار تبرد شوية عشان ما ينفعش ان احنا الله على الريحة. ما ينفعش ان احنا الله نعمل السندوتش ده وهو سخن. اللقمة اللي بتعملي فيها اللي هو الخبز التورتيلا هيعمل ايه؟ هيبوش من ايدك ويتقطع من ايدك. الله عليك. هو ده. هو سؤال وجيه جدا. انا لو رحت اشتري التورتيلا من اي سوبر ماركت الكيس عامل 115 جنيه. لا انا اشتري سندوتش جاهز ورايح قلبي. ايه البديل يا عم الشيف؟ وانا من رايي انا كشيف مع الخبره الطويله دي كده العيش الشامي بتاعنا اهو. ده العيش الشامي. دي مزاجات. يعني انا لو اكل السجق ده عايز اعيش فينو خفيف كده واحط اشيل اللبابه بتاعته واحط لي شويه خمس ست سجوجيات في قلبه واكله حلو قوي. انما لو هنعملها سندوتشات فاهيتا في العيش الشامي ده كده افضل بكتير من التورتيلا. التورتيلا هي بتتعمل من دقيق الذره، خليط ما بين دقيق الذره والدقيق الابيض، بتلاقوها عجينه كده مش مستويه جامد وبتتخزن في الاكياس ومكتوب عليها تاريخ صلاحيه اسبوعين 10 ايام والمصدر بها بيصانع بتصدرها للسوبر ماركت عشان نفهم ايه الاصول في الموضوع. اما الكيس العيش الشامي ده لسه مغروز الصبح. هنعمله ازاي سندوتشات فاهيتا؟ وانا لو هاكلها فاهيتا هاكلها في السندوتشات ديت او في العيش ده. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. بس خلونا ناخدها كده ونحطها هنا. الله. هو ده. واخليها انساها شويه. زي الفل. دي الايه؟ الفايدة. حلوة. هنا كده عينيا. طب ينفع ان انا اقعد الف في سندوتشات شاورما وانا عندي لسه اكلة تانية هعملها؟ الوقت هيتسرق مني وهتقف في المطبخ وقت كبير جدا وفي الاخر مش هيبقى عندك اي انتاج. ادي السندوتشات نوسع كده عشان مطلوب مني كمية سندوتشات عالية. بس قبل كل حاجة بأمن على الطاسة اللي انا هحمر فيها سندوتشات الفاهيتا وتاخد البصمه والتضليعه بتاعه الجريل. عشان كده بقول لك وفري من المصروف وهات الحاجات الحلوه دي كده. طاسه اهيت بحط فيها نقطه زيت صغيره واخليها تسخن كده زي الفل. وناخد الرغيف الحلو ده كده
اللهم صل على النبي. وناخد من الخلطة الحلوة دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، مش عايز جبنة؟ برغبتك. في ناس تحبها بالجبنة وناس تحبها من غير جبنة. اهي شوية جبنة موزاريلا في قلبيها، ليه يا عم الشيف؟ تبقى لطيفة وحلوة وتدي طعم حلو. ده السندوتش، ألفه كده. هاخده كده، هنعمل مع بعض كذا واحد. ده في تركية تانية معلش أنا عايز أعملها. أهي بعمل إيه بقى؟ واحدة واحدة هنا عشان الموضوع ده مهم جدا. بجيب كوباية وفيها شوية زيت، ركز عشان السندوتش بتاعك لو لفيت محلات مصر كلها كمل مش هتلاقي زي الطعم اللي بتعمليه انت بالتركية اللي عاملها دلوقتي. ده مش هيعمله لك الصنايعي ولا الشيف اللي في المطعم، ما عندوش وقت، مش فاضي، عنده اوردرات كتيره وكسول. ركزي معايا يا اخت الله يبارك لك. هنحط مع الزيت ده فص من الثوم. الله. هنحط مع الزيت ده شويه فلفل وشويه بابريكا. الله عليك يا عم الشيف. مع الزيت فلفل وبابريكا. لسه ما خلصتش. وسنه شبت صغيره، فين الشبت؟ اهو. ونقلب دول كده بالراحه زي الفل. شفت الخليط ده كده؟ دي مهمه جدا، مش هيعملها لك كده ابدا حد. بتلاحظوا حاجه يا اخوانا الشوام؟ لما بتروح تجيبه من عنده سندوتش شاورما وتلاقي عليه زحمه، أول ما بيلف لك السندوتش بيجي ضربه في السيخ كده ومرجعه. هي حركة في غمضة العين أو برمش العين، لو ما خدتيش بالك مش هتشوفيها. بيمسك السندوتش كده وعلى السيخ ويجي عامله كده ولف. التركاية دي هي بعت السندوتش. إيه اللي بيحصل هنا؟ البيون والجوسي والديميجلاس واللي نازل من الشاورما وسيخ الشاورما بيلقط ويلمس مع اللقمة، يغمس اللقمة، تيجي تاكل اللقمة تلاقي فيها طعم الشاورما. لو ما عملش كده أنت مش بتاكل الشاورما. إحنا هنعمله النهاردة في سندوتش الفاهيتا على طريقة المغاز. أهو. شفت بعمل إيه؟ هو ده. طب وفايدتها ايه سنة الشبت يا شيف؟ أنا مش هقول لك فايدتها ايه، دايما في الأمثال الشعبية يقول لك اسأل مجرب. جربيها وبعدين قولي رأيك فيها. شفت السندوتش ده كده؟ واخده هنا تغميسة. الله. واحد كمان مع بعض، واحد تاني. على نفس البلانشة. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي السجق. حاضر يا عم مصطفى. عينيا. ادي السجق نزوده كده اهو كمان واحد كده، واحد واحد. كتري تقللي، دي بتاعتك انت كريمه وبنستاهل كرمك. ودي الجبنه الموزاريلا او الشيدر. النار ايه المطلوب منها هنا؟ تديني البصمه بتاعت الساندوتش. وادي لفه بعمل اللقمه كده اهو. بص السحبه دي مهمه. والفها كده والبلانشة سبحان الله عليها الايه، لازم ادوس بكلوه ايدي. الله عليك، الحين جبنا والتفاصيل دي. شايفين الجو ده كده؟ تسمح لي الف واحد تاني بسرعه وانا طالع الفاصل؟ ادي اللقمه اهي، اللقمه اهي، بحطها كده تبقى من الناحيه الجميله الحلوه دي واحطها كده. حلوه. وناخد السجق بتاعنا ده كده. الله. فيها بصل، فيها فلفل، فيها حب. تعملي الحاجه بحب يا ست الكل، والله الميه لو نازله من الحنفيه هتبقى من ايدك شربات. بيسالوني انت بتلف السندوتش الشاورما ازاي؟ الكنترول له مطالب. بص اللقمايه في النص، الحشوه في النص، باجي اعملها كده. شفت السحبه دي؟ هي دي، بضغط بايديا. الضغطه دي مهمه جدا، وانا بضغط الحشوه او التوبنج بتاع السندوتش تحت كف ايدي. واحطها كده قدام عينيا واديها الايه؟ الفينش ده كده. الخليط اللي في الكوبايه دي تاني، زيت، بابريكا، فلفل، شويه شبت. واخدها هنا كده جنب اختها. يلا حابين تطلعوا فاصل انا معاكم، نسيب الشاورما تتحمر واعمل شويه سندوتشات مع بعض، كوبايه عصير ايس كريم، عصير ليمون بالنعناع، حته بطيخه حلوه، وتعشى. ده غدا الاولاد، ايه رايك؟ معانا سندوتش فوق كده انا مخليه، اشيله من هنا ونشوف الدنيا هنا عامله ايه. الله، بص على الحلاوه بقى، بص على الحلاوه. شوف ان الدنيا هنا، هو ده، هو ده. شيل ده كده. يلا واحده واحده مع بعض. السندوتش مسك نفسه. شفت الحلاوه دي كده؟ ننزل بده هنا.
اللهم صل على النبي. وده نقلبه كده واحدة واحدة كده، من وقت للتاني بنشربه. اسقيني محبة. التشريبة بتاعت الساندوتش ايه هي يا عم الشيف؟ تعملي شاورما للأولاد، مش هتجيبي سيخ شاورما بعد كده وخمسين فرخة وستين فرخة وتعملي الحركة اللي بيعملها الراجل المحترم اللي واقف على سيخ الشاورما. كوباية فيها حتة زبدة مع شوية زيت مع شوية بابريكا مع شوية بهارات حلوين من ايدك، وتبدأي تعملي تسقي السقية بتاعت الساندوتش. سنة الشبت دي مع الفاهيتا، ما تنفعش مع الشاورما عشان اللي بيسمعني وجاي متأخر. سنة الشبت اللي عملتها مع الفاهيتا وليس مع الشاورما. مع الشاورما هتخطف الطعم، الشاورما الشبت حرامي بيسرق الطعم من اي حاجة، ولكن مع الفاهيتا مطلوب. هنشيل ده من هنا كده عشان عنده آيس كريم لازم أوسع له الدنيا. بسم الله. أنا عايز أحط السندوتشات هنا، إيه رأيك؟ فلة؟ نقطعهم عينية بالسطور، يعني ممكن تقطع السندوتش على اتنين. سامع الصوت الحلو ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله. تاني؟ حاضر. لا الصوت ده والجبنة سايحة جوه. تاني عينيا. ألف هنا وشفا. إيه الأخبار هنا؟ جاهز؟ ده جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. مليت الطبق سندوتشات. روح أنت بقى جيب السندوتشات دي من بره. الكمية دي تدفع مبلغ وقدره. معانا واحد تاني. هنخليه هنا كده شوية. على ما نشوف مقادير الايس كريم بتاعنا الجميل. ايس كريم في جليم، ايس كريم الليمون بالنعناع. يستاهلوا السندوتشات دي والله. فرسان القناه الاولى والفضائيه المصريه والتلفزيون المصري، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ استاذ زيت المصورين طب طول عمري بقول لهم كده من زمان، من سنين بينا عشق. انا عارف بس النهارده سماحه. انا بص مش في العاده، مش في العاده بشوفك يا حبيب قلبي. السندوتش ده ايه الحلاوه؟ بسمع الصوت ده كده. طبعا استاذ احمد بيبقى موجود دايما في المساء، كنت كده عايز اشوف البرنامج يجي في المساء. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ شوف الشاورما في قلب الطبق، قصدي الفاهيتا في قلب الطبق ازاي؟ ولكن الفاهيتا من المطبخ المكسيكي ولكن بالطعم المصري، لان اللي عاملها شيف مصري بدم خفيف. هنقعد نكلكع الدنيا ليه بقى؟ بساطه، سهوله، مرونه. خلونا نشتغل في الايس كريم، وطبيعي اتعلمنا طالما بنشتغل في حلويات واللي بنى مصر في الاصل حلواني. بتروقي على البلانشه، بتروقي على الرخامه، بتغيري الجلافزات، بتغيري السكينه، بتغيري المعلاه، بتغيري الشوكه، الكوبايه، كل ده مطلوب علشان ما يكرفش منك الحلو اللي انت بتعمليه، وتتعبي في الاخر تلاقي البطيخه اللي شاريها ب 100 جنيه ريحه السكينه مكانها بصل وتوم، قاعدين بناكل بصل وتوم مش بطيخ ولا شمام. ده بيحصل. او عندك نص بطيخه حاططيه في الثلاجه من غير ما تغطيه، خد من ريحه الايه الباميه والملوخيه اللي في قلب الثلاجه، بتتحكي والله بيحصل. تبقي مستعجله بقى وعايز تقعدي مع الاولاد ومع الضيوف، تاخدي نص البطيخه اللي باقي من التقطيعه وتحطيه في التلاجه، مش تخسري حاجه. منت غطيتيها بالرابل او البلاستيك بتاع المطبخ او في كيس وحطها في قلب التلاجه. يعني رؤيه، فن، ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.